صوت الغد. يأتي عيد الاستقلال هذا العام بأخطر مرحلة عم يمر فيها لبنان بعد ما تحولت ساحته إلى بحر دم نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالت الضاحية الجنوبية وطرابلس وبئر حسن. يطل علينا العيد وبقلبنا حسرة، حسرة أنه ليه لبنان دوناً عن سواه لا يستطيع العيش بسلام، ليه أبنائه ما بيقدروا يعيشوا بأمان. بصرنا اليوم أن ألتقي برئيس الجامعة الثقافية بسيدني السيد وسام أزي لحتى نحاوره حول نشاط الجامعة السنوي في عيد استقلال لبنان 70. صباح النور وينعاد عليك بالخير دايما إن شاء الله. صباح النور لك مدام سوزان، وصباح النور وصباح الخير إن شاء الله بينعاد على كل اللبنانيين بعيد الاستقلال. أكيد العيد 70، العيد 70 مع الأسف بيرجع بيجي لعنا كمان مرة تانية دموي. هالمرة تعودنا من مدة لمدة نشوف الاستقلال حزين، بالفعل بعدنا عم نشوفه حزين يعني، وخاصة يلي صار مبارح باستهداف السفارة الإيرانية وأكيد استهداف المدنيين يلي طبعًا. هني أبرياء ما لهم دخل طبعا، كانوا هن الضحية، ضحية كبيرة وكارثة على البلد. و أكيد نحكي بالتفاصيل. الذكرى 70 بتطل علينا وأحداث كتير صعبة على اللبنانيين، يعني يمكن نحنا حكينا عن بئر حسن، بس قبل بئر حسن كان في طرابلس، وبعدها يعني طرابلس، وقبلها الضاحية الجنوبية، وقبلها اليوم في مخاوف من الاغتيالات بلبنان. الوضع السوري كتير عم بيأثر على لبنان بغض النظر مين مع أو مين ضد، بس الوضع عم بيأثر كتير على اللبنانيين النازحين في لبنان من سوريا. فضلا عن هيك لبنان مش قادر يقدم بقى مساعدات لهالنازحين، علما انه اخواتنا هن يعني بالإنسانية. أكيد. لما صار في حرب بلبنان اللبنانيين راحوا على سوريا، وهلا نفس الشيء. يعني اللبناني كيف بده يتحمل ولوين بده يوصل؟ اليوم هالتساؤلات كلها عم نسألها، وفي الاغتراب يمكن بكتير من البلدان، بالبرازيل، بأمريكا، بأستراليا، عدة نشاطات لمناسبة استقلال لبنان. صحيح. والجامعة من ضمن هالمؤسسات اللي دايما بتحتفل بعيد استقلال لبنان، شو بتحب تقول؟ أكيد الجامعة واحدة من هالمؤسسات، والجامعة هي الوحيدة اللي موجودة بالخارج، يعني مثل اللوبي موجود بكل العالم. بحب أقول أول شيء أنه على اللبنانيين أنه يقلعوا، يقوموا، يبعدوا عن الانقسام العمودي اللي موجود بالبلد. لا 8 ولا 14 أدار رح بيوصلنا لمطرح. مثل ما شايفين حتى الاغتراب اليوم عم بلش ينقسم، وهذا الانقسام عم بيرجع على لبنان بالتعتير، وعم بيأثر سلبا على المغتربين. ولبنان عم بيخسر مرتين، مرة المقيم ومرة المغترب، لأنه المغترب ما عنده خيار بقى أنه يرجع. إذا لبنان رح بيكون هالقد منقسم عموديا، وإذا لبنان هالقد بده يكون معطر، وإذا لبنان هالقد رح بيدلي عيني ساعة 8 وساعة 14، ساعة سني، ساعة شيعي، ساعة ما بعرف شو، يعني كل هال ما بعرف. هيك لسبب ما أنه من كلامك استوحيت أنه قلت كمان بالاغتراب من قسمين. أكيد، لأنه إذا بتطلع اليوم على الاغتراب بتشوفي أنه كلهم سوا أحزاب. منشان هيك وجود الجامعة لحتى تجرب توحد شوي صغيرة هالصفوف، بتشوفي انه احزاب 14 أدار بيتبعوا القيادات اللي موجودة بلبنان. وهيدا عم بيصير في تضليل للشباب الجديد. ممنوع بقى تفتحوا عيونكم، ممنوع تقشعوا مزبوط، ممنوع تكونوا احرار، ممنوع تمارسوا حريتكم، تمارسوا حقكم. يعني حتى لو الحق الانتخابي يلي المزعوم يلي بدهم يعطونا اياه، وهيدا ابسط حقوقنا، إذا عطيونا إياه عم نرجع من كرس الانقسام يلي موجود هونيك، لأنه عم بيتغذوا الأحزاب اللي موجودين هونيك، عم بيغذون بالخارج بوقت يلي كل إنسان حر برأيه. إيه هيدي بس تنطبق على 14 أدار ولا 8 أدار؟ 14 وعلى 8 وعلى 16 إذا فيه، وعلى كل الأفريقاء. أنا ما عم بس مش غلط أنه الواحد يكون مثلا عنده حزب معين مثلا. أكيد. بلبنان وحابب أنه يتبعه بالاغتراب لأنه يؤمن بهذا الحزب على أساس أنه هذا الحزب رح يقدم له الأفضل. أكيد أكيد، ما كل إنسان حر برأيه، بس اللي عم بقوله أنا اليوم المغترب عليه أنه يكون متحرر أكتر، عليه انه هو يقشع، لانه من برا بتقشعي اذا بدك الصوره بوضوح اكثر،
وممكن انت تساعدي اللي موجودين بلبنان. طب اللي والجامعة؟ ما بيقدروا الجامعة قادرة مثلا هل احزاب كلها سوا بتجمعون together؟ يعني في عنا هلا مناسبة بكرة بعدنا الحديث اليوم، نحن بالعالم كله سوا عم نجرب نجمع، وبمرحلة كتير كبيرة قدرنا وصلنا لمطارح يعني موحدة، لمواقف موحدة، اشياء بنشتغل عليها كلنا سوا مع بعضنا. والجامعة بتضم كل الأفريقاء، بتضم 8 أدار، بتضم 14 أدار. واليوم هيدي دعوة يلي مش موجود بالجامعة، إن كان من 8 ولا إن كان من 14، بتمنى عليه إنه ينضم إلى صفوف الجامعة لأنه هيدي للكل. وإذا فريق تركها أكيد الفريق الثاني ما راح يتركها، لأنه حيحس حاله أنه هو مهيمن على الوضع. مشان ما نفوت كتير بالزواريب ونستغل هالفرصة اليوم، بدي أقول أنه الجامعة اليوم عم تدعي الكل، 8 أدار و14 أدار، في كتير محلات ممكن اتنيناتهم يتفقوا فيها. طب لما منقول ندعي اللبنانيين، ليه بدنا نقول دايما 14 أدار و8 أدار؟ لأنه مع الأسف انقصمنا، صار أسهل تقولي 8 و14 من أنك تقولي اللبنانيين. بحسوا أنه منهم معنيين، بس ساعة بتعيطي لهم 8 و14 أدار عم بحسوا حالهم أنهم معنيين. ماذا يعني لك عيد استقلال لبنان؟ أول شيء عيد ميلادي. Happy birthday. Thank you. بيعني لي كتير. أول شيء بذكرني بحزن، أول شيء لأنه نحن وعينا على، إذا بدك، على فترة حرب، وحسينا ما حسينا كتير بالاستقلال الأول بال43 يلي أكيد دفع حقه شهداء كتير. حسينا بالاستقلال الثاني اللي هو بال2005 يعتبر. دايما تمن الاستقلال بيكون باهظ، غالي كتير، ودفعنا حقه تهجير، ودفعنا حقه قمع، ودفعنا حقه سجن، ودفعنا حقه إذا بدك يعني نفي إلى الخارج، وأكتر وأكتر دفعنا حقه دم. يلي بيحز على قلبك هو الدم يلي عم يندفع طبعا. وخاصة لما بتتذكري شاب مثل شيخ بيير جميل يلي ما دخلوا بالحرب، يلي ما بحياته مسك بارودة، كان عم بحارب بالقلم وعم بحارب بالصوت والفكر لا أكتر ولا أقل، اندفع حقه دم. الإضافة لكل الشهداء طبعا أكيد يعني الرئيس رناي معود، أنا عم بحكي بس عن هالفترة بالتحديد يعني طبعًا. اللي بتذكرنا بالأسف وبالأسف بقى بيعني لي كتير. أول شيء بيعني لي بحزن، تاني شيء بتمنى أنه يجي نهار وفعلا نحن نكون مستقلين. بتمنى أنه نوصل نهار يعني نحن حتى لو أخذنا استقلالنا ما عم نقدر نمارس بهيدا البلد يلي عم ناخد استقلالنا فيه، ما عم نقدر نمارس حقنا، ما عم نقدر نحكم. ليه؟ لأنه نحن بعدنا بزمن العبودية، عبودية للجهل وعبودية للتضليل وعبودية للخارج. بتقصد والعبودية للخارج للخارج والتبعية للخارج. يعني بعدنا لحديت اليوم ما عم نقدر نتحرر. أنا بتمنى نوصل نهار ونقدر نكون أحرار فكريا، نكون أحرار فعليا. اللبناني بحاجة لصحوة اليوم في هذا 100% بحاجة لصحوة، بحاجة لرؤية. بالنسبة للجامعة الثقافية غدا في عندكم مناسبة كل سنة بتقوموا فيها، وهالمناسبة الحلو فيها أنه يتم تكريم الطلاب عادة وعدة نشاطات. خبرنا عن هذا النشاط في هذا العام في العيد 70 لاستقلال لبنان. في العيد 70 الجامعة اللبنانية مثل ما تعودت من 47 بأستراليا وخاصة بسيدني بتقوم بهذا الاحتفال اللي هو ذكرى استقلال لبنان. وبالأول ما كان حدا يقوم بهذه الذكرى إلا الجامعة اللبنانية. بمراحل كتير بتضعف الجامعة، بيقوى غير أحزاب أو غير إذا بدك مؤسسات، وبتجرب هي تاخد المبادرة وتعمل الاحتفال مشكورة كمان بس تضعف الجامعة. إنما اليوم الجامعة الحمد لله رجعت إلى موقع طبيعي ورجعت تقوى، واليوم عم نرجع نعمل من جديد حفلة الاستقلال، وبذات الوقت عم نجرب نربط الاستقلال بالتلاميذ تكريم التفوق اللبناني اللي هو نحن نتكل عليه للمستقبل يلي بنقول انه هو مستقبلنا الواعد باستراليا، وبنكرم فيه التلاميذ يلي متفوقين يعني الجايين. كم طالب وطالبة في عنا هالسنة؟ اليوم تقريبا عنا 30 طالب. شوف نطلع على لبنان اليوم قديه موجوع، نطلع بهالطلاب المتفوقين بالاغتراب، منلاقي يعني هالتناقض الكبير اللي عم نشوفه هنيك قد ايه حزن، وقد ايه بنفرح بنفرفح قلبنا لما بنشوف هالطلاب هالقد عم ينجحوا بالاغتراب.
أنا شفتك سنة الماضي كنت عم بتزقفي من قلبي. طبعا وتشوفهم بنبسط فيهم قد الدنيا أكيد. وأنا بتمنى يعني مثل ما عم نزقف لهم يجي نهار حدا يزقف لأولادي، خصوصا بتلاقيهم يعني they're school captains من هن وصغار، عم يجيبوا علامات عالية جدا، متفوقين بعدة مجالات. يعني ما عم تحكي إنه يمكن بمجال معين بالمات أو لا، عم بيكونوا رياضيا متفوقين، عم بيكونوا من خلال الصداقة مع رفقاتهم متفوقين، وبنفس الوقت موسيقيا وبكتير من النواحي أكيد يعني منشوف حالنا فيهم 100%. هيدا السنة عنا يمكن 3 أو 4 جايبين 99.99. ولا هيدا هو اللبناني بالاختلاف 100%. بقى أنا بدي هنيهم من كل قلبي، بدي كمان استغل هالفرصة لحتى أطلب من كل اللبنانيين بالجالي بسيدني إنه إذا بيعرفوا حدا سنة الجاي، كل سنة نحن عم نقوم بهذا العمل، نحن منكرمون بيكون موجود القنصل اللبناني، وإن شاء الله رح بيكون موجود هالمرة معنا القائم بالأعمال يلي عم بي يلي بياخد محل الدكتور جان دانيال. هون بدي وجه له تحية وعيده للدكتور جان دانيال السفير اللبناني أكيد يلي كلنا منحبه ومنحترمه، وندعي له بالتوفيق ونتشكره على السنين يلي قضاها بأستراليا كسفير، ونتمنى له التوفيق للمستقبل وإن شاء الله هو المتوقع أنه ينتقل للبنان قريبا جدا، بس ما عرفنا بالضبط أي متى، بس قريبا. وأكيد السفارة بكاميرا السفارة اللبنانية رح تشتاق له كتير 100%. كلنا رح نشتاق له بالفعل، كان إنسان مميز، كان هو ولا مدامته من خيرة الشباب، يعني خدمة للبنانيين، خدمة للبنانيين، وبيته كان مفتوح، السفارة مفتوحة لكل الناس، وين ما يندعى يكون موجود. بالفعل كان مميز، أنا بتمنى له من كل قلبي كل التوفيق للمستقبل. فإذا بكرة سعادة القنصل العام الأستاذ جورج بيتار غانم رح يكون موجود معنا. نعم، وفي سكوب هيك رح نمرقه شوي صغيري كمان، القائم بالأعمال رح بيكون موجود على راد بيوصل بكرة إن شاء الله، نقدر بيوصل نهار السبت الساعة 6:30 إن شاء الله يقدر يكون موجود معنا. عندي سؤال إنه طب ليه ما اتفقتوا تعملوا الحفل تجاذر مع بعض؟ مع مين؟ الجامعة مع الأنصلية. دايما الأنصلية العامة طبعا، لأنه في سنة معينة مع بعضكم كان على أساس إنه لازم تكون نعم. نحن دايما بالاغتراب إذا بدك دايما الجامعة ملصقة إذا بدك ب الأنصلية اللبنانية أو السفارة اللبنانية، مع العلم أنه قبل ما ينوجد السفارة اللبنانية أو الأنصلية اللبنانية بسيدني انوجدت الجامعة اللبنانية، ونعطى كل المهام بهداك الوقت من وزارة المغتربين إلى الجامعة اللبنانية لتقوم بكل المهام اللي بتقوم فيها الأنصلية اللبنانية. من هداك التاريخ والعلاقة هي وطيدة وعلاقة جيدة جدا 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 مع الأنصلية، ولكن مع مرور الزمن صار في نظرة، وخاصة مؤخرا صاروا يعتبروا انه بركي الجامعة بتنتمي بمطرح من المطارح لميلي، ما بدهم يصبغوا دون الاخرى، ما بدهم يصبغوا هوية اذا بدك او انتماء الأنصلية اللبنانية بدها تكون لكل الناس. بقى نحن دايما كنا نحترم توجه الأنصلية، وكنا عطول نترك لهم التاريخ 22 الشهر، وهيدي شغلة معروفة بالجالية اللبنانية ان 22 الشهر لو ثاقب 2 لو 3 لو 4 لو 5 لو اي نهار ثاقب، هيدا نهار للأنصلية اللبنانية. ونحن بكل احترام كنا نترك هيدا النهار للأنصلية. وبست اشهر الماضيين حكيت انا والاستاذ جورج غانم أنصلنا اللي بنفتخر فيه كمان ونوجه له تحية، انه نحن رح منزيح عن 22 ونعملها بال 23، مع العلم انه نحن دايما بنعملها نهار جمعة ما بنعملها نهار سبت. اذا ملاحظه بقى كان هيك الاتفاق على اساس انه هو بيعملها الجمعة نحن بنعملها السبت، ولكن مع الاسف في مناسبة تانية طلعت ب 22 الشهر ما بعرف لمين ومبدعيين عليها ومحايزين من قبل، بقى نوجد بمطرح انه قال لي شو بدي اعمل. بقى هو لغرفة التجارة هي ايه بعتقد اليوم لغرفة التجارة صحيح. بقى هو اليوم مع العلم انه غرفة التجارة ما يعني ما بتعمل حفلة الاستقلال، ما بعرف ليش السنة ثاقبت معهم انه بهالوقت بهيدا الوقت. بقى
فرح يكون هو بيفصل بيناتكم يعني ربع ساعة بس هو حيكون موجود معنا يعني طبعا رح يكون معكم نحضر هون ونرجع نزل أكيد عندكم. من الستة لثمانية كمان باسم الأنصل أنا بدعي الكل طبعًا. من الستة لثمانية بليتكم بالويستيلا طبعا الكل مدعوين الدعوة عامة أكيد أنه نكون موجودين حده ونكون موجودين معه بكوكتيل تبعه الأنصلية وأكيد من بعد كمان الكل مدعوين باسم الجامعة اللبنانية لنكون بالفيلا بلانكا ببانكستون الله راد على الساعة 8 وغير هيك شو بيشمل البروغرام؟ بقى البروغرام في كتير مفاجآت السنة حتكون مميزة في عنا قلت انه في سكوب في في وفي في اشياء كتير مميزة السنة حتى انه بالانترتينمنت يلي عم نجرب نعمله السنة لانه كمان رح مرق لك سكوب تاني عم نتحضر للجامعة اللبنانية اليوم رجعت اخذت إذا بدك بكل العالم بتفويض رسمي من الجمهورية اللبنانية من وزارة المغتربين من وزارة السياحة من وزارة الثقافة أخذت إذا بدك بمراسيم جمهورية بيقولوا لها انتخاب ملكة جمال الجاليات اللي بتكون موجودة فيها وهيدي السنة أكيد بدعم صوت الغد في تفويض من الجمهورية اللبنانية بالوزارات المختصة انه هي تقوم بهيدا الحفل منشان ما تكون بقى هيدا الحفلة خاصة هيدا لازم تكون للجالية اللبنانية من خلال الجامعة اللبنانية رح بتكون تحت رعاية رئيس الجمهورية ورح ينعمل الحفل بماي واكيد بعتقد في الحديث هلا عم ينحكى مع وزير السياحة انه يكون موجود ورح بتكون على صعيد عالي اكيد هيدي من هلا لما نرجع بنحكي بهذا الموضوع هيدي جديده انا هيدي جديد. علم لي بها ايه هيدي اكيد عم مرق لك هلا قلت لك هذا سكوب لهيدي السنه لانه الجامعه اللبنانيه اخذت بكل انحاء العالم التفويض الرسمي من وزاره الخارجيه ومن وزاره السياحه انه هي تقوم بهذا المهام كمرجعيه رسميه وحيده لكل هود البنات يلي عم بيطلعوا من هاي الجالية اللبنانية يعني هيدي الجامعة لقلن وأكيد بتاخدن هيدي من بحبنا. خلال الجامعة أكيد رح تكون سبرت لأنه في عنا فئات تانية في عنا كمان ملكة انتخاب جمال المغترب مين ما كان بيقدر يعملها هيدي بس, نعم. بس مش مين ما كان بيقدر يروح على لبنان تفويض الرسمي الوحيد رح بيكون هو مع الجامعة اللبنانية يعني من خلال حتى الأنصلية والسفارة الأراد لأنه معهم مذكرات بتدعي السفير والأنصل أن يكونوا ملزمين بهذا الحدث مش بغيره لذلك ما شفنا سنة الماضي موجودين بغيره ونعطى المجال سنتين إذا بدك بالسنتين يلي مديو نعطى المجال أنه يا جماعة خلينا نرجع نشتغل من تحت هيدي المؤسسة اللي هي مظلة لللبنانيين وإلى التفويض الرسمي وأكيد بمرحلة لاحقة إذا بتسمحي وبيكون إلي الشرف أنه نحكي مع المواطنين ونفرجيهم كل الوثائق الرسمية اللي رح تنزل كمان بالجرائد يلي جاي من وزارة المغتربين وزارة السياحة وزارة الثقافة ورح ينعمل الحفل تحت رعاية رئيس الجمهورية رح بتكون التغطية من الـMTV رح تنزل البنت من هون على دهور شوير يلي دهور شوير مشكورة برئيس بلديتها وأعضائها من سنة 1964 بيقوموا به هيدا النشاط للمغتربين واليوم عم بيرجعوا بجددوه اللي هن بلشوا فيه من سنتين ولكن نحن بسدني بالذات عطينا مجال سنتين لحتى ما يقولوا الناس عم نفوت ببعضنا أو عم نزارك على بعضنا أو عم نضارب على بعضنا أخذنا low profile ودلينا على سنتين نجرب نقول يا جماعة خلينا نشتغل مع بعضنا الدولة عم تطلب منا هيك عم ينوجد علينا ضغط فعلينا ضغط من كل أنحاء العالم كل أنحاء العالم الجامعة اللبنانية موجودة فيها عم بتقوم بهذا النشاط لوحدها هي الممثل الرسمي الوحيد والبنت بتنزل على لبنان وأكيد في جوائز قيمة وقيمة جدا من سيارة إلى تاج $50,000 إذا حابة تنزل لا نحن قضينا بهالموضوع يعني بسم الله عليك خليك يا رب نحن بنتمنى التوفيق لكل اللبنانيين بكل الأحوال بغض النظر بس بنتمنى دائما أن يكونوا تحت مظلة واحدة مثل ما بيقولوا أنا بدي أشكرك على حضورك معنا لليوم بنتمنى لكم التوفيق أكيد بكرة وأكيد رح نشوفكم بكرة من خلال يعني في عنا حدثين مهمين بكرة واليوم كمان في عنا حدث آخر اليوم في زرعة أرز اللبنانية بمنطقة هولرويد وبعد قليل رئيس البلدية لهولرويد الأستاذ نصر كفروني رح يكون ضيفي لليوم بشكرك من جديد وينعاد عليك Thank you لإليك والدعوة مفتوحة مدام حوراني لإليك ولأسرة صوت الغد بدي أتشكرك وتشكر أسرة صوت الغد
وتشكر كل المستمعين وإن شاء الله بينعاد عليهم بالصحة والعافية يا رب. أهلا وسهلا أحبائي المستمعين، كنا مع رئيس الجامعة الثقافية بسيدني الأستاذ وسام الزيبي، لقاء مباشر لليوم. نتوقف مع بريك، وبعد البريك منكمل مشوارنا مع صبحيتنا لليوم. كونوا معنا.